أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل وجود القبور التي يطاف بها وتعبد من دون الله في الكثير من البلاد الإسلامية اليوم وتفشو فيها المنكرات وانتشار ظاهرة التصوف، هل هذه من أسباب تأخر النصر، نصر الله للمسلمين؟ بلا شك، المعاصي اللي دون الشرك ودون الكفر سبب لهزيمة المسلمين. استحلال المعاصي أو فعل المعاصي بدون استحلال، لما الاستحلال هذا كفر، لكن إذا فعلوا المعاصي ظهرت فيهم المعاصي وترك إنكار المنكر، صار ما فيه إنكار منكر ولا أمر بمعروف، وجب عليهم العذاب، استحقوا العذاب من الله عز وجل. فكيف بالكفر والشرك؟ هذا أشد. نعم.